زي ما احنا شفنا قدامنا افتتاح البطوله الافريقيه للكره الطايره سادات، افتتاح رائع، افتتاح جميل، افتتاح ممتع، افتتاح حكى تاريخ الكره الطايره في اقل من 3 دقائق. خلينا نروح لمحللينا الكبار النهارده اللي معانا ونشوف رايهم ايه في حفل افتتاح العظيم والرائع. كابتن يسرى، حفل افتتاح جميل وبيعبر عن شخصية النادي الأهلي وهويته، فكرنا بأحلى أيام وأحلى ذكريات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري سنة 98 كانت في صالة النادي الأهلي. كنا بنفتقد زمان الألتراس اللي موجود دلوقتي، بس كان جمهور النادي الأهلي كله حاضر، كان الجهاز الفني لفريق كرة القدم بلاعبين كرة القدم كلهم من الدرجة الأولى كانوا قاعدين في المقصورة بيتفرجوا على الماتش بيأذرونا. كانت بطولة جميلة جدا صراحة، يعني ممكن تقولوا جابوا يعني اثنين من افضل اللاعبين اللي جم في تاريخ الكره الطايره النسائيه في مصر، منى عبد الكريم وكابتن تهاني توسن، هما بيمثلوا في الكره الطايره زي دلوقتي جمهور احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، يمكن حققوا بطولات كتير جدا فعلا، هما يستاهلوا من زمان، يعني ناس كتير يقولوا تمثالين من ذهب على صاله النادي الاهلي. هو اكيد تمثالين من ذهب كابتن نصرة، لكن برضو لا نغفل حق ان كل لاعبات النادي الاهلي طبعا على تاريخه ومدار في 9 بطولات حققوا انجازات عالية جدا. حضرتك قلتي من اول الحلقة 66 بطولة محلية و9 بطولات افريقية، حاجة عظيمة. هم رمز، هم النهاردة رمز لجميع لاعبات الكرة الطايرة، هم بيمثلونا كلنا وهم احسن تمثيل لينا. الفيلم ده برضه في حاجة جميلة فيه جدا، فرقتي العظيمة ان شاء الله بيستناه مستقبل مبهر، فريق 8 سنوات بالنادي الاهلي، فريقي انا وكابتن سارة طلعت شاركوا فيه، وفي لقطات جميلة بيبين ان الحماس، احنا بنحاول، احنا لما جينا مش بنزرع بس في الولاد قواعد الكره الطايره ومهارات الكره الطايره والاساسيات، احنا ازاي بنعلمهم ان يعني ايه النادي الاهلي، ويعني ايه التضحيه من اجل النادي الاهلي، يعني ايه ان الواحد يحاول يذاكر كويس دروسه، ازاي يجي التمرين ويركز، ازاي يبقى فيه هدف وفيه طموح. فان شاء الله وحشتوني وان شاء الله تبقوا نجمات كبار. اكيد كابتن يسرى عبد الكريم افتكرت حاجات كتيره وهي لعيبه وبتفتكر دلوقتي وهي مدربه دلوقتي، هي مدربه ما شاء الله عليها كابتن يسرى عبد الكريم. كابتن ساره طبعا فعلا معاهم نجمات، قطاع الناشئات في النادي الاهلي قطاع مهم جدا لكره الطايره سيدات، فعلا بيفرخ حاجات كويسه جدا على راسه طبعا كابتن، واكيد نور واكيد عطية. على راس المجموعه دي كلها كابتن نور عطيه مدير قطاع الناشئات في النادي الاهلي، فعلا كل المدربين عشان ما ننساش حد برئيس القطاع، كل الناس عامله شغل كويس جدا جدا فعلا، ما نقلقش على مستقبل الكره الطايره سيدات في النادي الاهلي، ان فعلا في نجمات كتيره طالعين في المستقبل القريب. كابتن شيماء، لما قعدتي واتفرجتي على الافتتاح افتكرتي ايه؟ اولا كان في لقطه واحنا واقفين على منصه التتويج، قلت انا اهو فعلا، لا اللي رجعت بينا يعني للزمن ده كله فعلا، يعني اتبسطت جدا جدا يعني. وطبعا ان احنا بنفتكر كابتن توتو وكابتن منى، ان احنا بندي لهم حاجه بسيطه جدا من حقهم ونشاطهم في الكره الطائره طبعا، ومنى كمذيعه وتوتو كمدربه ودلوقتي بتكمل، فدي كانت لفته لطيفه جدا جدا يعني. انجي، ايه بقى افتكرت ايه معانا؟ انا بس اكتر حاجه بسطاني جدا في البرومو او اللي حصل ده كله، اللي انا شايفه الاجيال بتسلم بعض، يعني احنا الجيل الكبير سلم للجيل الاصغر، سلم لينا، سلم واحنا بنسلم لهم دلوقتي، فطبعا دي مع تواصل الاجيال مع النادي الاهلي، قد ايه احنا بنحاول نرفع شعار النادي الاهلي، قد ايه بنحاول نحافظ على 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 النادي، قد ايه بنحاول نزرع في كل جيل عن التاني اللي احنا حماس وقوه وروح الفانيلا الحمراء والبطوله، ده طبعا ده اللي بيفرق جدا في النادي الاهلي، فده اللي انا حسيته النهارده من الافتتاح يعني. انجي، لازم اسالك على حاجه مهمه، بما انك كنت لعيبه بره النادي الاهلي، لما دخلت النادي الاهلي ايه الفرق؟ اتعلمنا ايه؟ اكيد كل الانديه عندها كبيره، لكن اكيد في حاجه اتزرعت فيك زياده جوه النادي. اول حاجه روح الفانيلا الحمراء، يعني ايه يعني ايه ما عنديش حاجه بديل للبطوله، ما يعني ايه اللي انا اهم حاجه عندي المركز الاول، ما عنديش حاجه اسمها مركز تاني، التاني بالنسبه لنا زي الاخير، فهو ده اساس النادي الاهلي في جميع الالعاب طبعا. بس ده اللي انا حسيته اول ما دخلت، ان انا ازاي انا ما بلعبش وخلاص، انا بلعب على البطوله، بلعب اللي انا ارفع اسم النادي، عايزه اخد الكاس، هو ده اساس النادي الاهلي، هو ده بصراحه اللي انا لما جيت دخلت النادي الاهلي لقيته فيه. شيماء، زي ما شفنا الجماهير متواجده في ارض الملعب، 300 واحد تم تصريح ل 300 فرد من الجماهير، جماهير النادي الاهلي دي هي السند الحقيقي للنادي الاهلي.
اكيد هم دايما اللي بيكونوا النواه الاولى اللي على اساسه بنبقى عايزين نحقق الفوز والانتصار عشان طبعا نفرح النادي الاهلي ونفرحهم. وبعدين حتى دايما هم متواصلين يعني في الاجيال الجديده هم متواصلين دايما حتى على الفيسبوك وعلى انستغرام وكده متواصلين دايما مع اللعيبه ودايما اللعيبه بيتكلموا معاهم ففي وصله كده في النص لطيفه جدا. يعني احنا الاول لما كان حد بيجي يشجعنا كنا بنعرف الناس دي بس مش بالكم ده. دلوقتي بيجوا من كل حته. يعني احنا كان في فرق الناشئات الصغيرين كنا بنلعب مثلا في نادي مدينه نصر بنلاقي الالتراس جايين لنا مدينه نصر. نروح اسكندريه بنلاقي ناس من اسكندريه جايين. يعني ما شاء الله مش في القاهره بس هم متواجدين في كل 70 حتة. 80 مليون اهلاوي في كل حته كلهم عايزين يشجعوا النادي الاهلي وفعلا بيدوا روح وبيدوا عزيمه وبيدوا انرجي كده من جوه فعلا. البنات انا بحس بيهم وحتى في البطوله العربيه انا حاسه ان برضو هم في جزء يعني ما كانش يعني موجود بسبب عدم وجودهم في الاخر في الماتش الفاينل كانوا كل الماتشات اعتقد كان يفرق كتير جدا جدا. كفايه تشجيعهم وبيكونوا والاغاني بتاعت النادي طبعا اللي احنا كلنا حفظناها فعلا بتديهم البوش ان هم عايزين يحققوا الفوز وعايزين يرضوهم وعايزين يرضوا النادي ويحققوا ذاتهم. فدي لا بيبقى ليهم طبعا دور كبير جدا جدا جدا. جماهير النادي الاهلي جماهير عظيمه لكن السوشيال ميديا كانت على ايامكم ما كانتش موجوده. احنا كان على ايامنا الله يرحمه السوشيال ميديا كان ايه اللي حصل؟ كان على ايامنا الله يرحمه عم حسين اخر يعني كان هو اللي بيصورنا يقول لنا يلا شيس بطيخ نصور. دلوقتي في مركز اعلامي وفي قناه بتمثل النادي الاهلي وفي مذيعين على اعلى مستوى مارسوا الرياضه في النادي الاهلي الحقيقه والله بيحاولوا يرفعوا من مستوى الرياضه بيشجعوا يعني في تقارير بتيجي عن الناشئين والناشئات بالنادي الاهلي فكل ده تشجيع للناشئات وبيعلمهم ان انتوا ازاي مهما كل ما تعملوا مجهود في مقابل للمجهود اللي انتوا هتعملوه ده. ويعني انا مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده ومبسوطه ان احنا بننقل حفل الافتتاح على الهواء واشكر المهندس سراج محمد سراج على الافتتاح اللي فعلا بيمثل وبين لنا جزء من تاريخ الكره الطايره بالنادي الاهلي فهو يعني من احلى الافتتاحات اللي انا شفتها الحقيقه. يعني الحمد لله هو لما فعلا الكره الطايره تاريخ كره الطايره في 3 دقائق مركزين جدا وفعلا زي ما انجي قالت في تواصل اجيال كتير في الحلقه دي مظبوط. ايوه وفي الاخراج يعني انا بحس ان نفس حركه الفريق الاول انسات هو نفس حركه البنات الصغيرين الناشئات الصغيره يعني تحس حاجه هم ايه دي الايمج ده سلموا لك يا انجي فرحت قوي يسرى لما البنت عملت كده. ايوه هي دي بنتي صح. ايوه هي ده الحماس اللي احنا بنحاول انا وساره ننقله للفرقه. قولي لي بتعملي ايه معاهم عشان تنقلي الحماس ده بجد؟ ان احنا على طول في التمرين بنحاول نبقى حماسيين يعني ان احنا يلا يا جماعه يعني بندي كور صعبه لازم نعمل تراي عليها ما ينفعش ان انا ابقى واقفه ثابته مستنيه الكوره هي اللي تجيلي. لا ما انا من النوع من انواع الحماس ان انا لازم اتحرك ويبقى عندي على طول ذهني ان انا الكوره رايحه فين لازم اتحرك لها لازم ارمي نفسي على الارض. انا احنا بنعلمهم ان احنا دلوقتي ما ينفعش نخاف من الارض احنا الارض دي حاجه صاحبتنا فعلشان ما يخافوش ما يهبوش من الارض ما يهبوش من الكوره. بنقول لهم يعني ايه يعني احنا بنحاول انا وساره كتير نلبس احمر ونفهمهم ونيجي نقول 1 2 3 اهلي بكم يعني هم بيبقوا مستغربين احنا ازاي حماسيين بس الحقيقه ان انا وساره في بعض اللحظات بنحس ان احنا عايزين نلعب معاهم تاني ونرجع تاني نعيد. انا بجد نفسي وانا معاهم الصراحه. على فكره انا بقى ببقى قاعده في الصاله وبشوف يسرى وساره وهما بيمرنوا فعلا مثال للمدرب الفاهم اللي مارس اللعبه. وبعدين انا بحس ان مهم قوي ان اللي بيمرن لازم يكون مارس اللعبه طبعا اولا وابن النادي كمان بالظبط وحب وعطاء ويسرى كمان انا بشوفها هي وساره طبطبوا قد ايه على البنات ويحضنوهم ويجروا معاهم ويلعبوا معاهم وبعدين بيوجهوهم بالراحه ويسرى تروح لغايه البنوته لو غلطت مثلا في مهاره من المهارات يتروح لغايه عندها وتعلمها وتشد لها ايديها وشدي ايدك في البجر والعبي هنا والارسال. احنا الحقيقه بننقل اللي احنا حصل معانا والنتائج احنا شفنا النتائج المدربين اللي اهتموا بينا وقدروا يزرعوا فينا حب النادي الاهلي وحب الفانيله الحمراء والمهارات وازاي كانوا مهتمين بكل حاجه تحس ان احنا بنلعب بجيلنا والاجيال اللي بعدينا تقول الله وانت بتتفرج. يعني مهاريا كانوا على اعلى مستوى فاحنا بنحاول اللي احنا مدربينا العظام عملوه معانا بنحاول نعمله مع الاجيال اللي بعدينا عشان الاجيال اللي بعدينا هيجي لهم وقت هيبقوا مدربين هينقلوه للاجيال اللي بعديهم بس ان شاء الله بعد ما يبقوا نجمات كبار باذن الله. تجربه ناجحه جدا في النادي الاهلي السنه دي
ان في اثنين كباتن كبار ساره طلعت ويسرى عبد الكريم كباتن من العيار الثقيل يمرروا 8 سنين اثنين مدربات او اثنين نجمات عندنا يبقوا على قياده فريق 8 سنين. اتمنى تعميم التجربه دي في النادي الاهلي لكل الثمان سنين وال10 سنين وال12 سنه كمان اثنين مدربين لتعليم مهارات الالعاب الجماعيه وتعليم كل الناشئ اللي عندنا في النادي الاهلي ان ده فعلا هيفرق حاجه كتيره جدا. هيبقى عندنا ناشئ مختلف هيبقى عندنا مهارات مختلفه هيبقى عندنا فنيات مختلفه هيبقى عندنا روح الفانيلا الحمراء مختلفه. انجي لازم نروح للماتش هنعمل ايه النهارده وتكوينات الملعب تكون شكلها ازاي؟ ان شاء الله باذن الله هنكسب صح طبعا بقى الجمهور تاني ونرجعه للماتش تاني ان شاء الله هنكسب طبعا زي ما قلنا بس نضغط بالارسال في الاول. تشكيلنا معروف يعني اعتقد كابتن حمدي هيبدا بنفس التشكيل اللي هو انجي. انا عايز اسالك سؤال وهقفك عند الارسال هو عنده كم نوع ارسال؟ لا في كذا نوع لا في كذا نوع بس احنا عامه اغلب البنات بتلعب السبايك فلوتر. سبايك فلوتر احنا عندنا في الفرقه بتاعتنا اغلبيتنا بيلعبوا سبايك فلوتر. وفي ايش معنى السبايك فلوتر؟ كورته في الاستقبال بتبقى اصعب شويه يعني بتبقى كورته لما يعني لغايه ما توصل للمستقبل بتبقى الكوره مذبذبه شويه يعني ملهاش كنت نفسي اشوفها وهي بتنزل كام مره واحده كده هي بتعمل كده فعلا هي بتعمل كده طبعا في يمكن الولاد مميزين شويه في السبايك فلوتر كويس. في برضو احنا عندنا برضو العادي الارسال بتاعنا العادي التنس العادي بس هم دول اكتر حاجات في اوقات في المباراه بيحس ان المدرب بيغير اللعيبه بينزل اللعيبه على الارسال بالذات ويطلع لعيبه على الارسال، ليه التغييره دي؟ دي اولا بتبقى ممكن شده الماتش مع اللعيبه مع اللي جوه الملعب بتبقى ساعات بتبقى متنشن شويه، فهو بيحاول ينزل حد ارساله يبقى كويس ويبقى يعني يحاول يجيب النقطه للفرقه وهو ريلاكس بره شويه، اللي جوه بيبقى جوه الملعب بيبقى مشدود، اللي بره ممكن يبقى اهدى شويه، فهي دي ممكن تبقى فكره مدرب، ممكن برده بيبقى ساعات بتبقى اللي بره ارسالها اقوى شويه من اللي جوه. او هو شايف الوقت ده ممكن ارسال يتوجه في مكان معين فيعني كل حسب خطه الملعب او حسب المدرب شايف ازاي يعني. شيماء لو قلت لك عنوان للمباراه النهارده بين الاهلي والكانون الكونغولي لا بديل عن الفوز. تمام لا بديل عن الفوز ودي كلمه مهمه جدا كلمه للبنات وكلمه للجماهير كلمه تقولي ايه النهارده ل سيدات النادي الاهلي وهم بيلعبوا البطوله دي في اول افتتاح ليها. النهارده البدايه واحنا على ارضنا وفي وسط جمهورنا وكلنا املنا فيكم وان شاء الله نحقق النجمه العشره. جمهور النادي الاهلي ارجعوا الاصطاله وان شاء الله تنوروها. النهارده 300 محدش عارف بكره يبقى 500 ان شاء الله نوصل على الفاينل ل 3000 ان شاء الله. اتمنى من الاجهزه الامنيه السماح لجمهور النادي الاهلي عشان نحقق الميداليه الذهبيه. باذن الله نتمناها اهلاويه ان شاء الله. لكن هاخد راي كابتن انجي اخر حاجه عشان نثير ملعب المباراه ونسيبكم تستمتعوا بمباراه الاهلي وكانون من الكونغولي في افتتاح البطوله الافريقيه للكره الطايره سيدات. انجي كلمه اخيره قبل ما نروح المباراه. عايزه بس اقول حاجه للفرقه اللي هم ما يلعبوش على قد مستوى الفرقه اللي قدامهم. انا عايزاهم يركزوا عايزاهم يلعبوا باقصى حاجه جهد ليهم عايزاهم يطلعوا بنتيجه مشرفه تليق بالنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله نتيجه مشرفه ان شاء الله لا بديل عن الفوز ان شاء الله. كل جماهير النادي الاهلي ورا فرق النادي الاهلي جوه الصاله وبره الصاله وجنب شاشاته في كل حته في مصر. النادي الاهلي ان شاء الله جماهيره هي السند الحقيقي ليه. يلا بينا هنطير على ملعب المباراه صاله الامير عبد الله الفيصل مع تعليق على مباراه الاهلي وكان نياوندي في البطوله الافريقيه للكره الطايره للسيدات مع الزميل اسامه ابو زينه. الاهلي يفتتح البطوله الافريقيه للكره الطايره سيدات بفوز سهل على نادي كانون الكونغولي النهارده بنتيجه 3-0 نتيجه اشواط 25-12 11 واخر شوط 25-14. خلينا نروح لملعب المباراه سريعا والزميل محمد توفيق من ارض المباراه مع كابتن حمدي صافي. كابتن خالد برحب بحضرتك وضيوفك الكرام وكل مشاهدينا ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. البدايه اليوم وتحليق لطائره النادي الاهلي نحو النجمه العاشره والفوز 3-0 على كانون الكونغولي. ومعانا النهارده بعد الفوز كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق. كابتن حمدي يعني الف مبروك الفوز النهارده بدايه قويه وان شاء الله استعدت اللقب.
الحمد لله، الله يبارك فيك. مباراة افتتاحية، طبعا مباراة الافتتاحية بتبقى مباراة تعود على الأجواء ودخول في البطولة، والحمد لله المباراة ما يعني ما كانتش مع فريق قوي قوي، كانت فريق متوسط، قدرنا ان احنا نشارك كل اللاعبات النهاردة وندخلهم جوه جو البطولة ونشوف استعدادات اللعيبة كلها وجاهزيتهم ان شاء الله للمباراة القوية اللي جاية بإذن الله. اللي جاي بقى حضرتك، يمكن ده كان السؤال التالي، اللي جاي بقى ان شاء الله شايفه شكله ازاي، خاصه ان المستوى الفني البطوله دي عالي جدا، معظم الفرق اللي خدت البطوله قبل كده مشاركه معاكم السنه. لا بطوله قويه، كل الابطال السابقين اللي احرزوا البطوله موجودين، مباريات نار شغاله بالخمس اشواط، وفرق كينيا بتقدم مستوى عالي، فريق تونس، فريق الجزائر، الحقيقه كل القوى الافريقيه موجوده، منافس للنادي الاهلي قوي لان الاهلي حامل اللقب، احنا عملنا استعداد كويس قوي، وان شاء الله باذن الله اللاعبين بتوعنا هيبقوا على قدر المسؤوليه ويقدروا هو اللقب العاشر باذن الله. وجود الجمهور النهارده معاكم في المدرجات ومساندته ليكم، يعني شافوا مثلك ايه وكمان للاعبات؟ اكيد طبعا حاجه مشجعه جدا لينا، وطول ما احنا متعودين من جمهور الاهلي بيقف في ظهرنا، واحنا الحمد لله يعني دايما لما جمهور الاهلي بيبقى في ظهرنا بنسبه 50 60 70% بنبقى داخلين يعني منافس قوي على اي بطوله، والحمد لله النهارده وجود جماهيري كويس معقول، ان شاء الله في المباراه الجايه يبقى اكتر لحد ما نوصل للي احنا عاوزينه باذن الله من البطوله. شكرا كابتن، والتوفيق في الماتشات الجايه ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن خالد، مستمرين معاكم في اللقاءات ومعانا اكثر من نجمه من نجمات الفريق، ويمكن بنبدا بكابتن الفريق نهله سامح. يعني نهله الف مبروك الفوز النهارده بدايه قويه، وان شاء الله احنا طمعانين بقى في النجمه العاشره ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك، الحمد لله طبعا على الفوز الاول، واتمنى ان شاء الله ان احنا ننهي الدور الاول بنفس النتيجه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله البطوله دي ان شاء الله. يمكن شايفك كنت من اسعد اللاعبات النهارده بوجود الجماهير ومساندتهم ليكم، حرصت على تحيتهم قبل المباراه وكمان معاكم انتهى المباراه. طبعا الجمهور يعني بيدعمنا جدا، وده بيحركنا وبيدينا حماس اكتر في الملعب، فاتمنى ان شاء الله ان يكون الحضور اكتر كمان في الماتشات الجايه ان شاء الله. البطوله يمكن صعبه السنه دي، كل الابطال السابقين باستثناء الافريقي موجودين معاكم، شايف البطوله ازاي في الملعب، خاصه البطوله مش هتبقى سهله السنه؟ هي طبعا بطوله صعبه، دايما البطوله الافريقيه بتكون صعبه، فيها اكتر من فريق قوي، كلهم فعلا حصلوا على البطوله الافريقيه قبل كده، فهي بطوله بتبقى صعبه، يمكن فيها اكتر من 6 فرق بينافسوا على البطوله، فده مخليها اكتر صعوبه من الادوار الجايه ان شاء الله. وفي المجموعه برضه عندنا ماتشات اللي جايه ان شاء الله لازم نركز فيها ونقدر نعديها، فيعني احنا ماشيين خطوه بخطوه دلوقتي بنركز ان احنا نطلع من المجموعه ان شاء الله. شكرا بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. شكرا شكرا. مكملين يا كابتن خالد معاك لقاءاتنا، ومعانا نجمه الفريق كمان فريده العسقلاني. يعني فريده النهارده الف مبروك الفوز بدايه قويه 3-0، يمكن ما طولتوش من المباراه قوي، خاصه ان في منافسات جايه اصعب كتير، يعني شفت المباراه ازاي النهارده؟ هي مباراة في البداية هي سهلة، ما كانتش صعبة، وهي عامة في الافتتاح بناخد مباراة مش صعبة قوي، فاحنا برضو اول مباراة مش بنبقى احسن بيرفورمانس عندنا، فالنهاردة برضو ما كناش احسن لعبة عندنا احسن من كده بكتير، فالى حد ما لعبنا كويس على قد الماتش وكسبنا الحمد لله، ان شاء الله مستوانا يعلى بقية الماتشات ونقدر على الفاينل نبقى وصلنا لاحسن حاجة. يعني النهاردة الجمهور وجوده كان فارق معاكم تاني؟ طبعا فارق معانا جدا وبيحمسونا قوي، ونتمنى ان هم يقدروا اكتر من كده يجوا كمان. يعني المباريات الجايه، يمكن المباراه النهارده كانت سهله، كان اللي جاي معاكم فرق كبيره كتير كلهم حاصلين على اللقب قبل كده، شايف الفتره الجايه ازاي، وشايف المنافسه على البطوله وفرص النادي الاهلي ازاي؟ ممكن مجموعتنا ما تكونش من اصعب المجموعات، هي مجموعتنا ممكن تبقى سهله شويه، بس ده معناه ان احنا في الكوارتر فاينلز هنلاعب فرق صعبه عشان نبقى من مجموعات تانية اصعب، فطبعا محتاجين نركز اكتر في الفتره اللي جايه، ممكن البدايه تبقى سهله شويه، بس طبعا بعد كده كل الماتشات اللي جايه هتبقى اصعب. تقولي بقى للنجوم اللي مشرفينا في الاستوديو التحيه النهارده، كابتنكم النهارده في كره الطايره الانسات، اقول لهم يعني شكرا ان هم يعني رايحين يعملوا لنا يعني يذيعوا الماتش وكده، واني بحبهم كلهم، انا اتفرجت عليهم قبل ما انزل وبس بحبهم. شكرا بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا. مكملين يا كابتن خالد لقاءاتنا، معانا ومعانا دلوقتي نجمه الفريق ايه الشام. يعني ايه الف مبروك الفوز النهارده، مباراه اكثر من رائعه، يمكن بدايه قويه، فرق كتيره مستواها عالي في البطوله، لكن انتوا كنتوا عاوزين توصلوا رساله قويه لكل الفرق. الحمد لله طبعا على مكسب النهارده، احنا مركزين يعني احنا ان شاء الله بطوله المجموعه دي مش صعبه قوي يعني، بس احنا مش داخلين اي ماتش بالنسبه لنا سهل، احنا مركزين في كل ماتش عشان نوصل للي بعديه، اللي بعديه هيبقى اصعب، فاحنا مركزين واحده واحده ان شاء الله عشان نوصل في الاخر نبقى اعلى حاجه ان شاء الله. الجمهور النهارده كنت شايفكم اسعد ناس في الملعب وجود الجمهور. الجمهور طبعا بيفرق معانا جدا، يعني حتى لو احنا ما فيش لعب الجمهور ده بيخلي اللعب كله يظهر، واحنا كمان روحنا بتعلى قوي بروحهم يعني.
فرصنا ان شاء الله في الفوز بالبطوله وان شاء الله تحقيق النجمه العشره. يعني املنا فيكم كبير. شايف المنافسه ازاي على البطوله؟ هي البطوله مش سهله خالص. كل الفرق الكويسه، يمكن كينيا جايه بثلاث فرق وتونس والجزائر فرق وكل ده، بس احنا كمان الحمد لله اشتغلنا على نفسنا كتير قوي الفتره اللي فاتت، وان شاء الله البطوله تبقى اهلاويه ان شاء الله. تقريبا الاستوديو التحليلي يمكن بقياده كابتن خالد العوض النهارده وفريق تحليلي نسائي خالص، يعني من كباتنكم هتقول لهم ايه في الاستوديو النهارده؟ طبعا بشكرهم وان شاء الله يعني نفرحهم على طول ونفرح الجمهور ده يا رب على طول ان شاء الله. تقولي ايه بقى لانجي الشام يعني كابتنتي؟ بسلم عليها وبشكرها على طول انها ورايا وبتدعمني. يعني تقولي بقى الجمهور النادي الاهلي مستني منكم كتير خلال البطوله؟ احنا كمان مستنيينه على طول يدعمنا ويبقى معانا، وان شاء الله على طول نتبسط يعني ونفرحه ان شاء الله. شكرا بالتوفيق اللي جاي باذن الله. مكملين كابتن خالد معاكم، معانا يعني ليبرو الفريق وصمام الامان بتاعه مريم مصطفى. يعني مريم النهارده اداء اكثر من رائع، بدايه قويه، اعتقد بتوجه رساله لكل الفرق ان الاهلي ان شاء الله محافظ على اللقب. الحمد لله النهارده ماتش كان بالنسبه لنا سهل وقدرنا نحسمه. يعني ما قدرناش احنا نستهتر النهارده برده، بالنسبه لنا احنا كان اول ماتش وكنا عايزين ناخد على جو الصاله وكده. والحمد لله كان بدايه موفقه لينا، وان شاء الله الماتشات اللي جايه كلها تبقى كده. يعني المجموعه سهله شويه، لكن بقيه الفرق اللي في البطوله بطوله صعبه، شايف الفرص فيها ازاي وان شاء الله المنافسه على اللقب العاشر ان شاء الله؟ الحمد لله احنا حظنا في القرعه طلع كويس، والمجموعه بالنسبه لنا الحمد لله كويسه، وبرده يعني هتجهزنا للادوار اللي جايه، والادوار اللي جايه مش سهله. بس احنا ان شاء الله يعني قدها، ان شاء الله نقدر نكسب. الجمهور النهارده كان فارق معاكم في الملعب، وكنتوا شايفكم سعداء جدا بوجود الجمهور النهارده؟ طبعا الجمهور النهارده كان فارق معانا جدا، واحنا كنا مفتقدينهم جدا البطوله العربيه اللي فاتت. ونتمنى طبعا ان هم يدخلوا اكتر من كده يعني، ومستنيينهم ان شاء الله في الماتشات اللي جايه كلها. الاستوديو التحليلي النهارده من كل كباتنكم وانجي الشامي كابتنتك يعني موجوده النهارده في الاستوديو، تقول لهم ايه بكره كابتن خالد العوض؟ قال لهم والله مبسوطه بيكم، وان شاء الله يفضلوا معانا كده، وان شاء الله يفضلوا يدعمونا كده وانجي. شكرا بالتوفيق في اللقاء، مستنيين ان شاء الله اللقب العاشر ان شاء الله. ميرسي كابتن خالد. دي كانت لقاءاتنا هنا بعد انتهاء مباراه الاهلي وكان الكونغولي والفوز 3-0 وبدايه التحليق باذن الله نحو النجمه العاشره. زميلي محمد توفيق من ارض المباراه، شكرا لكل نجمات الفريق وكل الكلام الجميل اللي اتقال، كابتن حمدي الصافي ونجمات الفريق، وكلهم بياكدوا ان الماتش كان النهارده سهل، والبدايه ان شاء الله الحمد لله ان كابتن حمدي الصافي لعب كل الناس النهارده وقدر يقود الفرقه لمكسب 3-0، مكسب سهل. اهم حاجه كان افتتاح البطوله يعدي على خير. شكرا زميلي محمد توفيق. بدايه النهارده كابتن نصرة ماتش افتتاحي وقدرنا نعديه 3-0. طبعا الف مبروك ليكم الاول، الف مبروك لفريق الكره الطايره سيدات على اول خطوه خطاها النهارده، وان شاء الله تبقى اول الخطوات، وان شاء الله اخر خطوه هنبقى الكاس. النهارده مباراه سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي، هي بس البنات دخلوا في اجواء البطوله زي ما كابتن حمدي اتقال، وان شاء الله المباريات اللي جايه يقدموا عروض افضل. النهارده طبعا الاداء اللي اتعمل ما يقصي عليه اي حاجه، عشان الفرقه اللي قدامهم يعني مستواها المهاري مش عالي، بس هو ده يعني الحاجه اللي عايزه اقول لفريده العسلية، واحنا كمان بنحب كافوفي. قولي لي ايه النهارده في الماتش، يعني شايفين ان كابتن حمدي الحمد لله ما فيش حمى بدايه، كان في دايما بتبدا الماتشات في حمى البدايات في البطوله، لكن الحمد لله ان احنا ما عندناش حمى البدايات وكان قادر يلعب كل الفرقه. هو طبعا كابتن حمدي الاول مبروك للناس كلها، ومبروك للجماهير، ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، واتمنى طبعا للفرقه اللي هي تكمل. هو بس النهارده كابتن حمدي بدا البدايه العاديه خالص بتاعت الفرقه، عشان على الاقل يبقى محافظ على تشكيل الفرقه الاولاني، والمشاركه مع بعض في اول البطوله، واللي هم يبداوا يحطوا ان شاء الله يعني اول خطوات المكسب. وبرده شايفه ان كابتن حمدي بدا يغير في اللعيبه كلها عشان يشارك الناس كلها، ويبدا يشوف مين اللي ممكن يستمر معاه في البطوله، ودي حاجه كويسه للعيبه وحاجه كويسه للجهاز عشان يطمئن على الاقل على فرقته، ويشوف الفرقه ماشيه ازاي وخطواتها ماشيه ازاي. كابتن شيماء شفت المباراه النهارده من بدايتها كان شكلها ازاي من بعد الافتتاح الجميل اللي اتعمل وتالق نجمات النادي الاهلي في المباراه الافتتاحيه؟ والله انا شايفه ان طبعا برضو زي زميلاتي الف الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله مزيد من الانتصارات يا رب. اولا انا شايفه ان الجيم من اوله وان سايد جيم، يعني على الرغم من ان هم ابتدوا يعني يحاولوا يعملوا الديفنس بتاعهم والاستقبال، بس هم يعني فرقه متواضعه جدا احنا الحمد لله. وانا مبسوطه جدا النهارده ان تقريبا كل الفرقه شاركت، لان ده بيديهم نوع من الاكسبيرينس ان هم يشاركوا، في بنات صغيره وفي طبعا
كباتن بتوعنا الكبار، فدي طبعا بداية كويسة جدا. لازم أشارك الناس كلها، لازم أدي الناس كلها البداية ان هم يبقى ما فيش حاجز خوف ان هو يقدر يواجه فرقة أفريقية قدامه، فدي كانت بداية كويسة جدا. وإن شاء الله بعد كده هنشوف أداء أحسن وأحسن وأحسن تدريجيا. يعني هو بديهي جدا النهاردة طبعا في ضغط جماهيري وأول ماتش في للنادي الأهلي على أرضه، فبديهي جدا هيبقى فيه شوية كده في قلق وترقب كده، بس الحمد لله هم كملوها على خير والسكور بتاعهم جميل، وإن شاء الله في الماتشات اللي جاية هيبقوا أحسن وأحسن بإذن الله. يسرى ضرب صاحك وإرسالات وبلوكات واستقبالات كويسة جدا. فريق الكانون ما كانش عنده الارسالات القويه اللي تيجي على النادي الاهلي يبتدي يلعب بيها كور او يبتدي يهدد النادي الاهلي في الماتش ده. الحقيقه النهارده زي ما بدايه الاستوديو التحليلي كنا بنتكلم ان اهم عنصر اللي احنا هنستغله النهارده مع الفرقه الافريقيه الارسال. مزبوط. وفعلا الارسال لما بنضغط على الارسال اللعب بيتفتح، بيبدا فيه اخطاء من الفرقه المنافسه، فالكوره بترتد سهله، فبنستغلها وبنفنش الكوره كويس جدا. أيوه. وده فعلا زي اللي هم قالوه في بدايه الاستوديو واتنفذ. اعتمدنا النهارده على الارسال القوي من فريده العسقلاني، شروق، كل مريم، ايه، كلهم لعبوا ارسالات مؤثره وبنقط نهله. وبعدين بعد كده الفريق الكونغولي، معلش ايوه الكونغولي بفكر في كينيا دلوقتي، عايزه بقى انط على ماتش الفاينل. تمام. الفريق ما فيش سيستم للعب محدد في الوقفات، هما بيقفوا وكل واحد بيقف ثابت في مكانه، فلو احنا لعبنا كان الفريق النادي الاهلي بيلعب الكوره بقوه فبيلاقوا الكوره في ايديهم فبيطلعوها، هي دي سبب اللي هما كانوا بيطلعوا ديفنس كتير النهارده. لكن اول ما فريق النادي الاهلي بدا يحط ايدي طبعا طريق نهله سامح وساره امين وايه الشامي، بدا الملعب يتفتح، وبدا كمان سنتر بلوك عندنا بقى يحط الكرات ساقطه، وبقى بيكسبوا وبيجيبوا نقط، بيحرزوا نقط بسهوله جدا. فيعني بدا النادي الاهلي، انا وانجي وشيماء كنا بنتكلم ان البنات لازم يتعودوا ان هما امتى يستغلوا القوه الجسمانيه بتاعتهم وامتى يبداوا يعني يكسبوا النقط بالمهاره بس عشان يقدروا يكملوا الماتشات اللي جايه، عشان الماتشات اللي جايه صعبه، التحمل اللي عليهم مش هيستحمل بدنيا ان هو يكملوا من اول الماتش لحد اخر الماتش بنفس القوه، فلازم نستغل الفكر مع القوه. قولي لي يا انجي، النهارده شفنا ارسالات من فريد العسقلاني بصفه خاصه، اكد تقريبا هم كلهم نجوم طبعا، لكن النهارده فريد العسقلاني بتتميز بالارسال القوي جدا اللي قدرت تجيب منه نقط كتيره. انا بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، كمان فريده مش بتتميز بالارسال بس، فريده ما شاء الله يعني انا بعتبرها من احسن بلوكات في افريقيا، يعني من اتقل السنتر بلوك في افريقيا. فريده ما شاء الله يعني هي تتميز بحاجات كتير، مخ كويس جدا، تفكير، بتفكر كويس، بلوك كويس، ارسال كويس، فهي ما شاء الله هي لعيبه متكامله. النهارده هي يمكن عشان يمكن الماتش كان ضعيف شويه فما بانش كل مهارات فريده، بس هي فريده يعني من الناس اللي بلوكها ما شاء الله عالي جدا، يعني مش ارسال بس كمان، ده بلوك كمان. شيماء، لو شفنا لو دخلنا في قرايه الماتش النهارده كان النادي الاهلي بيلعب باي طريقه؟ هو مركز جدا على الهجوم، ان انا اكسب بالنقط المباشره، يا اما عن طريق البليس او عن طريق الشوط المباشر. وبرضو احنا اعتمدنا بصفه كبيره جدا على الارسال اللي هو بدايه الهجوم، لان هو ده فعلا كان المفتاح النهارده ان احنا نبدا نفتح شويه السكور بالنقط دي. شايفه ان النهارده مركز اربعه مركز ولا الاوبزيت ولا ايه بالظبط في الملعب اللي كان مصدر او مكمن الخطوره للنادي الاهلي؟ انا شايفه ان هم كلهم كانوا بيأدوا دورهم على اكمل وجه، يعني هو بالنسبه لايه ما شاء الله كانت من مركز اثنين، وبالنسبه لمريم وفريده من مركز ثلاثه، وبالنسبه لنهله سامح وكاترين، وبعد كده اتغير عليهم بقى، نزلت ساره امين ونزلوا بقى بقيه البطلات بالتساوي يعني بعد كده. يسرى، لازم نروح للبصيره اكيد، استخدام شروق او سهيله هم النهارده اللي كانوا يعني دورهم البصريين في الملعب، واللي شفتيهم ازاي في الملعب النهارده؟ انا شايفه ان الفرقه كلها عموما الماتش الافتتاحي بيبقى الفرقه بيبقى فيه توتر شويه، ان انت نازل بطوله افريقيا ومطالب ان انت تاخد البطوله على ارضك، وبعدين انت طالع من هزيمه فبيبقى فيه قلق شويه، وبيبقى فيه جس نبض، وبيبقى الجمهور اخر بطوله مش عارفين اخر بطوله ما جوش فيها.
فالجمهور راجع تاني، فهو كان في طبعا ما بيلعبوش باللعب بتاعهم الطبيعي، لكن انا اتوقع ان الماتشات اللي جايه شروق هتبدا ان شاء الله، وسهيله هتكمل بعض الاوقات لو شروق احتاجت ان كابتن حمدي يغيرها، وان شاء الله النجاح ان اول طرق النجاح للبطوله ان شروق تبقى في مستواها، وان شاء الله شروق قادره على انها تعمل كده. انت شايفه ان هي تكون متواجده في مستواها النهارده ولا لسه شروق بتخش في مستواها؟ هو احنا كل الفرق عموما بتخش البطوله بدايه الماتش، ما ينفعش تبقى تحكم على اي لعيبه من المباراه الافتتاحيه، لازم بعد المباراه بعد مباراه بعد مباراه المستوى بيتحسن. فان شاء الله شروق قادره بخبرتها مع منتخب مصر ومع البطولات السابقه ان هي تقدر ترفع في مستواها وتعلي تركيزها جدا عشان نحصد البطوله ان شاء الله. ايه هل انت شايفه من وجهه نظرك دخول ساره امين جوه التيم بتاع النادي الاهلي في دخول سهل معاها، ده قدرت تخش وتخش وتتالف جوه فرقه النادي الاهلي؟ هو هي عامه عشان ساره تقريبا معظم الفرقه بتاعت النادي الاهلي ملاعيبه منتخب، ولاعيبه المنتخب حضرتك عارف بتبقى المنتخب بيبقى واخد من كل الانديه طبعا، فهي ساره اعتقد ان هي كانت اصلا في وسطهم من الاول، فلما جت النادي الاهلي اعتقد ان هي برده ما حسيتش باي غربه، لان انا جربت الحوار ده قبل كده، وبصراحه عمري يعني عمري ما حسيت ان انا في فرق ما بيني وما بين لعيبه النادي الاهلي، طبعا انا يعني بحس ان انا كنت واحده منهم، فاعتقد ان ده نفس الاحساس اللي ساره واصله له دلوقتي يعني. بس قولي لي ايه الدعم اللي ايه بتقول عليه؟ تديها دعم ايه؟ اول ما قلت اول ما دخلت على الهواء قلت بس هتقول انجي فين؟ كابتن انجي مفيش. قولي لي بقى ايه الدعم؟ هي هي اختي الصغيره. انا عارف هي لا مش هي كبيره بقى عشان هي كبيره. لا انا مش عارفه. لا قولي لي انت الكبيره مقاما. شكرا كابتن يوسف. يلا بينا. لا هي يمكن عشان انا من واحنا صغيرين خالص هي تقريبا عايشه كل الفولي قصه الفولي كلها على معايا يعني. هي لعبت الفولي بسببك؟ احنا اصلا كلنا لعبنا الفولي بسبب بابا، لان بابا يعني بابا اصلا كان المدرب. ليه الطايره دايما بصي خارجه في السؤال للسؤال بس كملي عشان اسالك السؤال الثاني. في جينات بتبقى في جينات اتفضلي. هي انا يعني انا مولوده في الملعب تقريبا من وانا 6 سنين بلعب فولي، وآية هكذا، وبرده كان في اسراء اختنا الثالثه هكذا هي. فاحنا كنا احنا واخدين نفس النهج، بس يمكن انا كملت يعني لما انا دخلت المنتخب وكده، فآية وهي عندها يعني 8-9 سنين كانت بتشوفني في الملعب، كانت بتقعد تجري على يسرى، كنا حتى لسه بنتكلم. ما انا كنت برضه بجري عليها وانا كنت صغيره برضه. تمام. فهي عايشه معانا، فطبعا لما جت لعبت معايا في الملعب احنا لعبنا مع بعض فتره، فانا يعني تحس ان انا ماما في الملعب، فكل حاجه كانت انجي. لا لا انجي بجد يعني بيتعاملوا زي في الفولي مع بعض، انت النهارده بعد اتفرجت على الماتش بتكلموا بعض وبتقول لها في غلطات في كذا، بتاخد رايكم وبتتكلموا يعني. تسالني ايه الاخبار انت شايفه ايه، فانا بقول لها في كذا في كذا في كذا، تسال بابا برضو انت شايفه ايه في كذا كذا كذا، احنا يعني تيم في الملعب وتيم في البيت. طب تعالي بقى كمان جوه الملعب كنتوا بتعملوا مع بعض؟ ما انا خلاص انا لازم هاخدك ورا بعضي خلاص، انت اللي مدخلاني السكه دي اتفضلي. لا هو جوه الملعب احنا كانت لو هي شافتني بقى بالحاجه غلط كانت بتيجي تقول لي انجي خلي بالك كذا في كذا بتاع. صدقك والله انت كبيره ما مش هتزعقي. هي لا مش بزعق، هي شايفه هي حقيقه، انا شايفه اللي هي وجهه نظرها ممكن تكون صح. ما باخد بكلامها، وانا بتيجي بقول لها ايه خلي بالك في كذا، فلا كنت بحس ان هي ممكن تبقى شايفه حاجات انا مش شايفاها، وانا برضو كنت ببقى شايفه حاجات هي مش شايفاها. ما بناخد اراء بعض، ما بتفرقش بقى السن في حاجه زي كده يعني، طبعا في خبره بتفرق. بس وانا دايما كنت بحاول اوصل لها خبرتي واحاول افهمها ممكن تمشي ازاي ممكن تعمل ازاي، هي كانت بتسمع لي وهي دايما على طول بتسمع بصراحه، فربنا يوفقها يا رب وتكمل. طب شيماء هو السؤال اللي لازم اساله، ليه بتوع الفولي اغلبهم عائلات جايه من الاب او الام وكلهم بيكملوا فولي؟ اشمعنى اللعبه دي؟ احنا بنكون عايشين الجو ده، جو ان احنا لازم بيكون ندخل فرقه ونتمرن ونروح ماتشات ونحضر تمارين، فطبعا بتبقى خلاص احنا مسستمين حياتنا كلها على على كده. حتى في اوقات كتيره قوي في ناس تقعد تقول لنا ايه هو انتوا الا انتوا يعني طول النهار قاعدين في الملاعب، بتروحوا الساعه 12 بالليل، ولادكم بيذاكروا ازاي؟ بيناموا ازاي؟ وانتوا كنتوا بتذاكروا ازاي اساسا؟ والله احنا كنا بنمتحن ونروح ونرجع على التمرين ويعني لا احنا بيلعبوا فولي. الاثنين جامده في البيت انت برضه كابتن طارق الصغير. بسيطرة صح؟ بسيطرة. كابتن طارق الصغير هو معترف عليها. كابتن شيماء عادل هي يعني زوجة كابتن طارق الصغير
كابتننا كبير في الووتر بول وهو يعني نائب رئيس جهاز العاب الماء يعني. فطبعا بس كابتن شيماء اقوى شويه في البيت. لا بس هو راضي والله. هو راضي ما عندوش مشكله. راضي كده. هو راضي. هو اتبسط قوي بالفولي. ممكن اسالك سؤال؟ لا لا انا لازم اجاوبك. انت كابتن النادي الاهلي في كره اليد، ليه وديت بنتك تلعب فولي؟ احسن لعبه في مصر. قولي لي قولي لي يا اسره بدات ازاي؟ يعني معلش انا هاخدكم بقى في حاجات كده، انا ما صدقت الاقيكم قدامي نجوم كبار. قولي لي بدات ازاي اللعبه دي؟ الحقيقه حتى في البرومو قلتي انا اتمشيت 11 شهر كنت بتمشى في الملعب حاجه صح؟ ايوه الحقيقه انا يعني من نعم ربنا عليا طبعا ان انا طلعت في عيله اهلاويه، يعني بابا وماما كانوا اعضاء في النادي الاهلي ومحمد ومنى هم اللي بداوا، منى عبد الكريم طبعا كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر، ومحمد عبد الكريم كريمو كان احسن لعيب كره طايره في مصر لحد ما بطل. يعني محمد كان مهاري جدا، يمكن ما كانش جسمانيا طويل وكده بس كان يعني بيتصف بصفات ومهارات ما اعتقدش ان هي بتتكرر بسهوله يعني. طبعا ده مش عشان اخويا والله. لا لا بس دي صراحه يعني. انا اول مره كنت اشوف لعيب شيماء، اول مره اشوف لعيب يضرب يمينه ويقوم ضاربها بشماله. كان مكار جدا في اللعب وكان ذكي جدا. يعني ازاي يعملها كده؟ نفسي كنت يعني. لا هو صاحبي هو بيعتمد على التفكير، يعني بيبص على الملعب، يعني هو بينط بيبص على الملعب فين المكان الفاضي ويشوط فيه او يحط بليس فيه. لا هو كان ما شاء الله عليه. طبعا كابتن يسرى وكابتن منى يعني وبعدين هم جم بقى لعبوا الكره الطايره، فانا اصغر منهم بشويه كده ب 20 سنه انت عارف، ولا لا هم ب 10 سنين بس عشان ما بقاش كدابه. هيضربوكي خلي بالك. بس يعني كنت بروح معاهم التمرينات وفعلا بدات اتعلم المشي في ملعب الفولي، وبقى كل اسره الفولا الكره الطايره دي عائلتي. انا مقتنعه تماما ان اصحاب محمد دول اخواتي وصحبات اختي والمدربين دول زي بابا الله يرحمه طبعا. كانوا بتلقى منهم اي معلومه يقولوها لي خارج الملعب او داخل الملعب او اي توجيه. بس انت برضه زي شيماء مسيطره في الملعب صح؟ لا صح هو مسيطره جوه. مسيطره باسكت برضه. كابتن يسرى عبد الكريم زوجة كابتن رامي دياستي وهو لاعب كره سله عظيم جدا جدا صديق العزيز، لكن برضه هي مسيطره على البيت وبلعب ولادك برضه فولي مظبوط. هو رامي الحقيقه سابهم يعني ساب احنا بص احنا يعني انا من ساعه ما اهلي سابونا نختار اللعبه ما فرضوش علينا اللعبه وادونا نلعب تنس طاوله وادونا نلعب سباحه، فرامي برضه عمل كده مع اولاده. انا الحقيقه انا بكلمكم صح. انا عاجبني الصراحه بقى انا مسيطره. السيطره انا عاجبني سيطره بنات الفولي في بيوتهم ان اولادهم يلعبوا طايره. ايجي هنرجع للمباراه ثاني، شايف مباراه بكره ازاي مع يو اس اف البوركيني عفوا. هو انا اعتقد برضو ان المباراه ان شاء الله يعني تبقى سهله، هتمر بنفس الظروف بتاعه النهارده تقريبا، يعني ما اعتقدش برضو اللي هيبقى فيها اكتر من اللي احنا محتاجين ارسالات قويه ومحتاجين تركيز بس من النادي الاهلي، وان شاء الله هيمر بالبطوله بالماتش ده ان شاء الله زي ماتش النهارده. طب خلينا نخرج لتقرير سجلناه مع دكتور طارق القدر قبل المباراه، نشوف قال ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. البدايه نحب نعرف من حضرتك دور اللجنه الاعلاميه داخل البطوله. الحقيقه البطوله الافريقيه للعام الثاني على التوالي في النادي الاهلي، ومن ثم اكتسبت يعني اهميه خاصه. كل ما النادي كبير زي النادي الاهلي بينظم بطوله كبيره زي بطولتاي افريقيا للانديه الابطال سواء على مستوى الرجال او السيدات، كل ما ينظم عدد بطولات اكتر الكوادر الاداريه بتحصل لها تطور، بيحصل خبرات اكبر من كل مره. والدليل على ذلك ان انا من وجهه نظري كحاضر للبطوله اللي فاتت السنه اللي فاتت نفس البطوله ديت وبطوله الرجال، والسنه دي النادي الاهلي هينظم نفس بطولتي السيدات والرجال، في تطور كبير جدا في الناحيه الاداريه وفي التنظيميه. النادي الاهلي نجح حتى الان في تنظيم بطوله جيده، كل عوامل التنظيم متوفره بشكل جيد جدا. على المستوى الاعلامي اللي انا بتكلم عنه في كل الامور او التسهيلات للناحيه الاعلاميه متوفره، وعلى راسها طبعا شبكات الانترنت اللي عن طريقها الاعلاميين بيبعتوا الشغل بتاعهم الى الخارج والى مصر، دي متوفره بشكل جيد جدا. ايضا في توافر الفرق المميزه في البطوله، كل الفرق الكبيره في افريقيا، لدرجه ان احنا نقدر نقول البطوله ديت من اول ما بدات سنه 1986 فاز بيها 8 انديه، 7 منهم موجودين هنا، يمكن النادي الوحيد اللي مش موجود من الابطال السابقين هو نادي الافريقي التونسي اللي مش موجود في البطوله ديت، لكن عدا ذلك كل الانديه الكبيره، النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بيها 9 مرات موجود، نادي بايب لاين ثاني اكثر الفرق فوزا بالبطوله وهو بيلعب على فكره دلوقتي نادي الخطوط الانابيب او بايب لاين الكيني،
موجود النهارده فاز بالبطوله 6 مرات، نادي السجون الكيني اللي هو بريزونز موجود برضه هنا وهو فاز باللقب 5 مرات، عندنا برضه نادي جي اس بي او المجمع البترول الجزائري موجود، نادي الشمس اللي وصل للنهائي بطوله العام قبل الماضي موجود، نادي قرطاج التونسي هي عمل ثوره وطفره كبيره في مستوى البطوله في العامين الماضيين موجود برضه، يعني عايز اقول كل الابطال السابقين موجودين، وبالتالي هي البطوله من الناحيه الاعلاميه مميزه ومن الناحيه ايضا الفنيه مميزه جدا بوجود كل القوى الكبرى. بطولة افريقيا لكرة الطائرة السيدات طبعا ليها نسبة مشاهدة كبيرة ايضا خارج مصر في دول افريقيا، يعني عايزين نعرف دور الاعلام افريقيا كمان دكتور. هو الحقيقة الاتحاد الافريقي استحدث نظام البث المباشر وده موجود في لائحة البطولة بجانب النقل التلفزيوني عن طريق القنوات التلفزيونية طبعا ورأسها قناة النادي الاهلي اللي فيها مشاهدة جيدة جدا وممتازة مش بس في داخل مصر ولكن ايضا في الوطن العربي كله، اوقات كتيرة جدا بيجي لي فيدباك من مشاهدي قناة الاهلي عبر يعني الدول المختلفة والدول الشمال الافريقي تونس والجزائر والمغرب وليبيا، هي مشاهدة كبيرة جدا. لكن الاهم بقى ان البث المباشر اللي بيعمله الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة على مدى ال3 سنوات اللي فاتوا اصبح دلوقتي في ازدياد مستمر، في ناس كتير جدا بتتابع البطولة بره، اللي ما يعرفوش يعني متابعي الكرة الطائرة في مصر ان في بعض الدول المشاركة هنا عندهم الكرة الطائرة لعبة شعبية اولى، يعني ربما متابعتها اكتر من متابعة كرة القدم وكرة السلة واللعبات الاخرى، وعلى رأس الدول ديت كينيا اللي موجودة هنا ب3 اندية مختلفة، نادي بايب لاين ونادي بريزونز ونادي كينيا كوميرشال بانك اللي هو البنك التجاري الكيني، 3 اندية لهم شعبية كبيرة جدا. انت لو رحت في كينيا شفت مباراة كرة القدم ايا كان النادي اللي موجود فيها، وشفنا مثلا ايام ما كان جورماهيا بيلعب مع نادي الزمالك في بطولة الكاس الكونفدرالية، عدد الجماهير مش بحجم عدد الجماهير لو نادي مثلا زي بايب لاين بيلعب، بتلاقي صالة ما فيش فيها خرم إبرة زي ما نقول كده في المدرجات، شعبية كبيرة جدا للكرة الطائرة وشعبية أكبر كمان للكرة الطائرة على مستوى السيدات، عشان كده الفرق ديت في متابعة كبيرة جدا ليها، بيجينا أول بأول كده على صفحات السوشيال ميديا سواء صفحات الفيسبوك أو صفحات تويتر بيطالبوا إن النتائج تكون موجودة على طول، متابعات البث المباشر كبيرة جدا، فالبطولة ديت متابعتها خارج مصر وفي الدول الإفريقية كبيرة جدا. طبعا من خبرتك الإعلامية دكتور شايف مين الحصان الأسود المرشح للبطولة طبعا بجانب بطل أفريقيا النادي الأهلي طبعا؟ شوف هو في خريطة الكرة الطائرة الأفريقية كانت لغاية سنوات قليلة مضت كانت بين أندية مصر وكينيا دول الأكثر تواجدا، أندية مصر طبعا لم يفز نادي بالبطولة إلا النادي الأهلي، يعني 9 ألقاب المصرية كلها من النادي الأهلي، بينما أندية كينيا كان فيها تنوع شوية، عندهم نادي بايب لاين فاز باللقب 6 مرات، نادي بريزون فاز باللقب 5 مرات، نادي كينيا كوميرشال بانك فاز باللقب مرة، يعني عندهم 3 أندية فازوا ودايما موجودين على مستوى المنافسة على البطولة. ما حدث من جديد في السنوات الأخيرة دخول أندية تانية في المنافسة بكل قوة زي نادي قرطاج اللي ذكرته فاز باللقب عام 2017 وهو نادي من الأندية الكبيرة جدا، الأندية اللي دائما بتنافس على اللقب، أيضا الأندية الجزائرية نادي المجمع البترولي اللي هو المولودية سابقا موجود دلوقتي على ساحة المنافسة وموجود في البطولة هنا بشكل مميز جدا، امبارح فاز على نادي الشمس 3-2 في مباراة الحقيقة نارية، زمنيا هي أطول مباراة في تاريخ الكرة الطائرة الإفريقية وده موجود دلوقتي على السوشيال ميديا وعلى كل الميديا أوتلتس إن هو أطول مباراة في التاريخ، استغرقت بالظبط 2.5 ساعة، ما فيش مباراة في تاريخ الكرة الطائرة على مستوى السيدات استغرقت 2.5 ساعة إلا مباراة الأمس دي بين طبعا المجمع البترولي ونادي الشمس، استغرقت 2.5 ساعة فاز بيها نادي المجمع البترولي وكانت واحدة من أجمل مباريات البطولة حتى الآن. ففي أندية كتير منافسة، هي الأندية اللي أنا ذكرتها دي في الغالب مش هيخرج منها نادي بطل لهذه النسخة إن شاء الله. أخيرا شايف تنظيم البطولة اللي بتنظمها طبعا النادي الأهلي للسنة الثانية على التوالي، شايف تنظيم البطولة إزاي يا دكتور؟ يمكن أنا بدأت الكلام وقلت لك إن دايما الخبرات بتزداد مع تنظيم مثل هذه البطولات، لو قارنت من التنظيم في اليوم الثاني دلوقتي السنة اللي فاتت والسنة دي لا في احترافية كبيرة جدا في التنظيم السنة دي عن السنة اللي فاتت، حتى لو قارنا النادي الأهلي على فكرة بينظم البطولة دي على مستوى السيدات على وجه التحديد للمرة السادسة، أكتر مدينتين نظموا بطولة السيدات ديت القاهرة ونيروبي،
في القاهرة نظمت 6 مرات كلهم عن طريق النادي الأهلي، وفي نيروبي أيضا نظمها الاتحاد الكيني بقى مش نادي معين، نظمها 6 مرات. فإذا طبعا بالتأكيد القاهرة والنادي الأهلي هنا في موقع البطولة هم من أفضل الأماكن اللي عندها قدرات وعندها خبرات في التنظيم دلوقتي على مستوى الكرة الطائرة. دايما بنشوف الدكتور طارق أدهر بيستفيد في كلام جميل وتحليلاته جميلة جدا ومقنعة، وتحليلات يعني دايما بنحبها كلنا. فعلا زي ما هو قال كانت مباراة رائعة بين المجمع البترولي الجزائري ونادي الشمس، مباراة استمرت 2.5 ساعة، لكن اختلف معاه شوية في التنظيم، تنظيم النادي الأهلي كل شوية بيزيد يا دكتور وبيروح لحتة تانية خالص. النادي الأهلي طول عمره زي ما حضرتك قلت في آخر كلمة قلتها، قلت بينظم بطولات كثيرة جدا في كل الألعاب، إذا كانت في الطايرة كرة الطايرة سيدات أو رجال أو في الباسكت أو في كرة اليد. أعتقد أن تنظيم النادي الأهلي بيكون مسار دائما يعني الناس كلها بتحب تيجي النادي الأهلي عشان عارفين مدى قوة النادي الأهلي في تنظيم البطولات. كابتن إنجي مظبوط كده؟ تقولي عملت لخبط في اسمي صح؟ عامل إيه؟ توأم أنتوا الاثنين. لازم أقول برضو أن كابتن إنجي هي زوجة كابتن أحمد شعبان كابتن نادي سبورتنج في الكرة الطايرة، يعني كلهم طايرة في بعضهم، طايرة وباسكت وبولو، هي ده الرياضة في النادي الأهلي. خلينا نروح لماتش بكرة كابتن إنجي مع فريق بوركينا فاسو، تقولي ايه على مباراة بكرة؟ هو يمكن الفرقة بتاعت النهاردة تقريبا مشابهة لفرقة بكرة، هو برضه هيبقى نفس السيستم بتاع النادي، اعتقد ان الكابتن حمدي هيبدا بنفس التشكيل علشان يحافظ على التشكيل مع بعضه، يلعب مع بعضه اكتر اكبر قدر ممكن. هنبدا برضه يعني هنضغط، لو ضغطنا بالارسال فالدنيا برضه هتبقى مريحه خالص زي ماتش النهارده، واعتقد برضه الماتش هيبقى وان سايد جيمز للاهلي ان شاء الله. كابتن نصر شايف ان بكره برضه مباراه تدريبيه او مباراه ان كابتن حمدي يقدر يجرب فيها كل لعيبته؟ انا اعتقد ان بكره كابتن حمدي هيمرن الصبح ان شاء الله علشان مستوى الولاد، مستوى البنات ما ينزلش يعني، علشان المباريات لسه في بدايتها ضعيفه، فاعتقد انه هيعلي الحمل عليهم الصبح شويه ومرنهم تمرين قوي عشان الماتش بعد الظهر يعني هيبقى برده مستواه ضعيف. بس انا اعتقد ان بنات الاهلي بكره هيظهروا بقوه واداء قوي جدا وكالعاده يعني، واحسن من اداء اليوم عشان خلاص دخلوا في اجواء البطوله. تمام. كابتن شيماء شايفه مباراه بكره ازاي؟ والله برضو نفس الكلام، هو برضو هيبقى وان سايد جيم، مش هتفرق كتير عن فريق النهاردة الكونغولي. بس احنا المفروض بقى نبتدي نشتغل اكتر، نبتدي بقى اكيد برضو هيشارك كابتن حمدي بكرة كل اللاعبات تقريبا، هو عايز يديهم خبرة ويخليهم يخشوا في مود الجيم. اعتقد بقى الشغل الجامد هيبقى من بداية من يوم الاربعاء، ولا علشان يستقر على التشكيلة الاساسية اللي يقدر يكمل بيها البطولة. اكيد بالمدربين مش بيكملوا باللاعبين كلهم كاملين، بيعتمد على 6 أو 8 لعيبة يكملوا بيها البطولة. والله انا شايفة ان كل اللاعبات على مستوى عالي جدا، بس طبعا الفرق الخبرة بيكون هو الفيصل ما بينهم. واعتقد ان هو التشكيل هو اوريدي عارف التشكيل اللي هيطلع بيه، زائد بعض العناصر اللي بيحتاجها في وقت لما بيكون في دروب شوية في المستوى، هو بيعرف كويس قوي مين ممكن يلحقه في الارسال، في الديفنس، في الاستقبال، في الضرب، هو ما شاء الله قادر يوظف لعبته كويس قوي. تمام. خلينا نشوف نتائج النهارده اليوم الثاني ايه اللي حصل فيها في الخمس مباريات قدامنا. اسك الاوفاري مع السجون الكيني 3-0 للسجون الكيني، الانابيب الكيني مع ريفينيو الرواندي 3-0، نوكومبو الاوغندي 3-2 مع نادي الشمس المصري، سبورتنج المصري بيخسر من نادي قرطاج التونسي 3-0، الاهلي مع كانون الكونغولي 3-0 في اول المباريات. خلينا نتكلم كابتن نصر على نتائج، شايفه النتائج ايجابيه ولا ايه رايك؟ اي نتيجه معلقه معاك؟ نتيجه فريق الشمس طبعا خسرته النهارده، هو دي الحاجه المفاجاه بالنسبه لنا. غير كده المباريات كلها ماشيه كالطبيعي يعني. بس الالابيب، المجموعه بتاعت الالابيب الكيني وريفينيو الرواندي، ده ريفينيو الرواندي ده السنه اللي فاتت طلع خامس البطوله الافريقيه. فانا اعتقد ان المجموعه دي هيحصل فيها الماتشات بعد كده هيبقى فيها حسابات كتير يعني. كابتن شيماء، واعتقد برضه سبورتنج كان يعني كنا نطمح النهارده ان هو يحقق يعني نتيجه احسن من كده، لان هو في البطوله العربيه كان طالع مع قرطاج التونسي بنتيجه 3-2، فاحنا توقعنا النهارده ان هو يعني يبقى ند شويه مع قرطاج التونسي وتبقى نتيجه احسن من كده. تمام. خلينا نشوف ماتشات بكره كده كده دي نتائج النهارده، خلينا نشوف ماتشات بكره اللي معانا باذن الله على الشاشه. ماتشات اليوم الثالث ان شاء الله بكره، المجمع البترولي الساعه 3 مع اسك الاوفاري المجموعه الرابعه. كابتن انجي،
اعتقد المجمع البترولي هيبقى يعني ممكن يبقى وان سايد جيم للمجمع البترولي، يعني ما اعتقدش هيبقى فيه ماتش جامد. تمام. ريفينيو رواندي الساعة 4 وفاب الكاميروني المجموعة الثالثة. كابتن شيماء، والله انا حاسة ان ممكن الماتش ده يبقى فيه كده ندية شوية، يعني ممكن يلعبوا مع بعض شوية. هاي كابتن يسرى، السجون الكيني نوكومبو الاوغندي المجموعة الرابعة. 3-0 السجون الكيني. 3-0 يعني اندر 15 مثلا. كابتن انجي، قرطاج التونسي ودي جي اس بي الكونغولي. برضه 3-0 لقرطاج. قرطاج الساعة 6. والمباراة الأخيرة كابتن شيماء، يو اس اف اي البوركيني الساعة 8 مع النادي الأهلي في المجموعة الأولى. إن شاء الله 3-0 برضه بإذن الله بنفس، ونحسن كمان في المستوى وهيبقى أحسن بكرة بإذن الله. أنا يعني بشكركم جدا، كنتوا معايا النهاردة كلكم، سعيد بلقاء نجمات كبار في النادي الأهلي، كابتن يوسف عبد الكريم، كابتن إنجي الشامي، وكابتن شيماء عادل، نورتونا وشرفتونا، ودايما فريق تحليل قوي في قناة الأهلي من نجمات ولاعبات النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، فعلا دايما تكونوا معانا، وإن شاء الله بكرة الساعة 7 هنبدأ الاستديو تحليل مباراة الأهلي مع يو اس اف اي البوركيني بإذن الله، شكرا وإلى اللقاء.